بفضيحة تحكيمية بقيادة محمود البنا ومحمد الحنفي، الأهلي يخسر 3 نقاط أمام البنك الأهلي. مخرجنا سمير عكاشة عرض لنا اللقطة علشان نوضح اللقطة أمام السادة المشاهدين. دي لقطة ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، عايزين نعرض اللقطة من ورا. اللقطة دي مش محتاجة حكم. اللقطة دي محتاجة إنسان عنده ضمير. في كورة زي دي النادي الأهلي كان متقدم بهدفين وكان ممكن ينهي المراهنة. ايد ايمن اشرف كانت جنبه والكره طالعه، ايديه بتكبر جسمه. ركله جزاء صحيحه 1000000% للنادي الاهلي. كان متقدم النادي الاهلي 2-1، لو احتسبت للنادي الاهلي كان تقدم النادي 3-1 وكانت حسمت المباراه تماما لصالح النادي الاهلي. فضيحه تحكيميه بقياده الكابتن محمود البنا والكابتن محمد البني محمد الحنفي. كان متقدم النادي الاهلي بنتيجه 3-2، لو احتسبت ركلة الجزاء الصحيحة 1000000% للنادي الأهلي كانت تغيرت المباراة تماما، لكن التحكيم المصري كان له رأي آخر في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي. بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، دايما مساندين للتحكيم المصري، بنقول عايزين التحكيم المصري يكون موجود، لكن هو ده المشهد اللي دايما بيظهر فيه التحكيم المصري للاسف. تحياتي كابتن اسامه، تحياتي الكابتن شريف منام، كابتن اسامه عرابي، وكابتن عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. اهلا كابتن. كابتن اسامه، دايما النادي الاهلي قناه النادي الاهلي بنقف مع التحكيم المصري وبنسند وداعمين للتحكيم المصري، وقلنا دايما دايما لما بيكون في ايجابيات بنطلع نتكلم فيها، لما بيكون في سلبيات محدش يزعل، يعني محدش يزعل مننا يا كابتن شريف. النهارده لما النهارده التحكيم بيحرم النادي الاهلي من 3 نقاط مستحقه، بداية النهارده التحكيم بيحرم النادي الاهلي من 3 نقاط مستحقة. ليه؟ لأن النادي الاهلي كان كسبان 3-2، ركلة الجزاء صحيحة، وضوح الشمس يا كابتن شريف، وضوح الشمس. يعني أنا بتخيل يا بنا، بعد إذنك يا بنا، أنت المفروض أولاً تحسب اللعبة ديت لعبة سهلة جداً جداً. هنروح للعبة بس في البداية، هنروح للعبة ونحللها يا كابتن. إحنا مش هنقول كلام، مش هنقول كلام يا كابتن أسامة. بعد إذنك أسامة، بس يا سمير بعد إذنك دي واحدة. كابتن أسامة تاني، النادي الاهلي كسبان 3-2، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. هل الحنفي والبنا نتيجه المباراه ما خليتوش يحتسب ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي؟ يا كابتن ده حق النادي الاهلي، ولو هي للبنك الاهلي هنقول الكلام دوت، سواء للبنك او الاهلي، ولكن دي ركله جزاء ما فيش فيها افصال يا كابتن بلال، ما فيش ابدا فيها افصال. انت بتتكلم في ركله جزاء الايد بتخرج خارج نطاق الجسم ساعه ما الكره بتتلعب، يعني لو الايد النهارده في جنبك يا كابتن اسامه، والكره اتلعبت وجت وهي في ايدك في جنبك، هنقول يستمر اللعب. انما النهارده بتتكلم في ايه؟ الايد كانت في وضع ايمن اشرف، ساعه ما اتعملت يا كابتن بلال الايد خرجت، طلع ايده، طلع ايده. ركله جزاء هو ده القانون يا جماعه، هو ده القانون. النهارده ركله جزاء، والكره دي ما فيهاش تحت فرصه من فوز، من فوز الكور دي ما فيهاش تحت فرصه عشان الناس تفهم. لا مفيش فيها تحت فرصه، البلانتي ما فيهوش تحت فرصه عشان الناس تفهم. تعالى تعالى يا كابتن، ده تحت فرصه، ما فيش تحت فرصه في الكوره دي. كابتن هنشرح اللعبه عشان يبقى كمان طيب. كلامنا مقنع. خلينا مع كابتن ناصر. تعالى يا كابتن، واحده واحده كده يا سمير، مع اذنك معايا. هنا بتتلعب الكره من حسين الشحات، تمام؟ الايد كانت فين؟ ارجع تاني يا اسامه بعد اذنك، ارجع هنا لحد دلوقتي. فين ايد يا كابتن اسامه؟ ايده كابتن بلال جوه جسمه، خلاص جوه جسمه. لو جت في الوضع ده يستمر اللعب يا كابتن شريف، مفيش حاجه، احنا متفقين على كده. هي دي المعايير. هنمشي بعد ما الكره طلعت وراحت، اللي هي البوينت اوف كونتاكت، اللي هي نقطه لما الكرة جت في الايد. الايد هنا كانت فين؟ بره الجسم، بره الجسم. ماشي يا سمير ماشي، شوف الايد راحت فين يا كابتن ايمن، ايمن اشرف، شوف بس. بالله عليك يا جماعه، هذه هي حاله، انا بقول حاله فضيحه تحكيميه. هو لحظه يا كابتن ناصر، هو واقف، الوقفه بتاعته دي هل مغطيه على عليه الرؤيه؟ كابتن حتى لو الحكم بيعادل، انا اكمل بس فيها، ما انا عارف انا اكمل فيها بس سؤال ماشي. هو بيغطي عليه كابتن حتى لو اوكي، يبقى الفار بقى يرجع له. هذه الحاله ليس لها مبرر كابتن. لا هي ليها مبرر واحد انا عارفه. هم دائما النادي الاهلي لما بيكون كسبان، حته الفار بالنسبه لهم يقول لك لا ما حسبش، عديها. حصلت معانا سنتين وانا بحذر من هنا، سنتين حصلت معانا، خسرنا 18 بونت من الفار في سنه، السنه اللي بعديها كسبنا 14، خسرنا 14 بونت من الفار. فمن البدايه كده احنا عايزين نقول
انه مش هتفضل كده كتير يعني. المفترض انك تديني حقي كسبان 500-0، اديني حقي. كابتن اسامه، تاني انا حتى البنا لو قلنا ان هي الكره الناس حاجبين يا كابتن بلال حاجبين، انا اسال سؤال، الفار يا جماعه، طب خلاص الفار لو مش لازمه ما تشتغلوش بالفار. النهارده الفار المفروض النهارده يتدخل يا كابتن اسامه، النهارده حاله من الحالات المفروض النهارده الفار كان تدخل فيها. هجيب لك زاويه يا كابتن ناصر، يا ريت مخرجنا سمير عكاشه يجيب لنا الزاويه الخلفيه. الزاويه دي يا كابتن ناصر دي واضحه للاعمى. بص هنا الكره، ايد ايمن اشرف، بص الايد هنا راحت فين، خرجت. بص كره بس تلامس. تمام، بص يا كابتن، الزاويه الخلفيه واضحه، ماشي. علشان كده بقول لك دي يعني. دي مش محتاجه حاجه، الكره نزلت تحتيه، محتاجه واحد عنده ضمير. الكره وقفت تحتيه على طول، عمل البامب تحتيه. هذه الحاله التحكيميه مخالفه لمس الكره بيدي كابتن بلال، لو اتعرضت على 20 محاضر ال 20 محاضر كلهم هيقولوا ان دي ركله جزاء صحيحه. والله ما عاوز محاضر، اي واحد ماشي في الشارع يا كابتن، ان دي ما فيش فيها المعايير عندنا يا كابتن بلال، المعايير واضحه جدا جدا، فيش فيها اختلاف يا كابتن اسامه. انا بقول النهارده ان هذه المباراه في البدايه 3 نقاط بيدوعوا النادي الاهلي، النادي الاهلي كسبان 3-2، ركله جزاء لم تحتسب، 4-2 ممكن المباراه انتهت. النهارده المباراه بتروح من النادي الاهلي بسبب خطا تحكيمي كارثي واضح جدا، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، بنقول ان ايمن اشرف الايد بتخرج خارج نطاق الجسم، كبرت حجم الجسم. ركله جزاء الحكم ما شافهاش او شافها او هو تمركزه خلاص، ده مش مشكلتي انا. ليه محمد الحنفي ما استدعاش انا هنا حكم فيه؟ الفار لابد ان هو يتدخل. يعني حضرتك انت النهارده في الفار، مع احترامي لكل، انت حكم كبير يا محمد، وانت حكم كبير، هات الحكم يشوف يا كابتن بلال. لو انت معيارك ان يستمر اللعب فيها، الحكم هو له القرار الاول والاخير فيها، هات الحكم يشوف وإد الحكم ياخد قراره. ولكن البنا ما شافهاش كده في الملعب، البنا لو شافها كده في الملعب اعتقد كان حسب. ولكن هنا اين دور الفار يا كابتن اسامه؟ مفيش دور. بدايه، انا بقول بدايه مش مطمنه، ومش عايزين نقول يعني هنقول النادي الاهلي مره واحده بيقول التحكيم، لا، احنا ياما وقفنا مع التحكيم وسندنا التحكيم وكل برامجنا بنقف مع التحكيم المصري يا كابتن اسامه. ولكن لما تيجي تضيع مني 3 نقاط في بدايه احنا محتاجينها، النادي الاهلي محتاجها بسبب خطا تحكيمي واضح جدا، اعتقد ان الامور مش كويسه، خاصه هذا الخطا مؤثر يا كابتن بلال. ليه؟ كل مره بنقول النادي الاهلي، نتيجه النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بيغطي على الاخطاء التحكيميه، تمام؟ النهارده لا، النتيجه النهارده النادي الاهلي خسر، وخسر بخطا تحكيمي كارثي. لو الاهلي النهارده كسب كنا هنقول خلاص خطا مش مؤثر، ويا جماعه راجعوا نفسكم، لكن لا كده الكلام ده. دي حكام لازم تتوقف. دي حكام دول اللي هم الدوليين دول اللي بيعتبروه من احسن الحكام اللي موجودين عندنا، دي كارثه. دي الحكام دي لازم تتوقف. فاكر الدوري اللي كان من سنتين؟ هو ده اللي بقول لك، 18 بوند 2022 18 بوند خطا ايضا كان امام النادي الاهلي، مش خطا واحد، محمد سلامه الحكم وقتها، وكان الهدف لايمن اشرف وكان هدف صحيح واحتسبوا ضد النادي الاهلي واحتسبوا فاول وقتها. انا باحساسي بلقطه زي دي ان الدوري السنه دي بعد ما اشدنا بالحكام وبعد كاس الامم وبعد ما كان في طفره في اداء الحكام، انا احساسي الشخصي ان التحكيم المصري رايح في حته مش مظبوطه، وباينه في اللقطه دي. لو في نيه او في سلامه نيه، النهارده محمد الحنفي يستدعي البنا، يبقى في مشاوره في لقطه زي دي مش محتاجه تدخل اساسا. بالظبط كابتن سهل. النهارده انا بتكلم كمان، يمكن البنا النهارده كابتن البنا النهارده انت حكم يعني من الحكام اللي احنا يعني بنحترمك كحكم، واحنا بنقدر انك انت حكم كبير، لكن النهارده كمان البنا النهارده في المباراه كابتن اخطاء، احنا ما جبناش الحالات التحكيميه، اخطاء شد، اخطاء مسك، اخطاء فيها بطاقات انذار، في بطاقات عقوبات انضباطيه، ما فيش الكلام ده النهارده. البنا كمان تيجي بالخطا الكارثي، احنا قلنا كل الاخطاء دي اللي هي الصغيره يا كابتن بلال بتعدي مفيش مشكله، ولكن لما يبقى هذا الخطا وهذه الايد اللي هي في وضع خارج تاني، بنقول ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، ما ينفعش ما تحسبش. بعد اذنك كابتن، ده رامي ربيعه رايح ياخد الكورنر بتاعنا، الراجل شادد الفانيلا، ها بيشده من الفانيلا عادي جدا وبيجري بيه، ورامي بيجري بيه ولا جابه. دي حاله من الحالات اللي احنا يعني كابتن، دي معانا الحاله دي بقول لك اتفرج عليها معانا، الشد موجود في ركنيه، رامي ربيعه رايح والشد موجود والفار ما تدخل ولا دي ولا واقف قدامه، لا معلق سماعاتنا على التحكيم يا كابتن اسامه. ولكن اللي بقى خطا يا كابتن بلال يا كابتن اسامه، خلاص يعني انا اتحدى اي حد، اقول اهو انا مسؤوليتي، اتحدى اي حد. يمكن الصيام مأثر عليهم من المحللين، الصيام مأثر عليهم تفتكر؟ طب ومين يدفع الثمن يا كابتن؟ كابتن بلال، طيب لقطه زي دي يا كابتن ناصر، مش عارفين نلعب في الصيام يا جماعه. كابتن بلال، نلعب بعد رمضان
كابتن بلال الحكم لو مش جاهز، لو مش جاهز يا كابتن اسامه لو انت ما انتش جاهز النهارده، انت دي حقوق، حقوق نادي، حقوق نادي بيصرف فلوس لعيبه وامكانيات، لما تيجي النهارده 3 بونت بيروحوا خلاص. الراجل انا رايي ان الحنف اللي يشيلها مش البنا. ايوه انا مع عادل، الحنف اللي يشيلها مش البنا، اكتر يشيلها اكتر. يمكن الحنف اللي بيغرق البنا، الاثنين بيغرقوا بعض ممكن. الزاويه وهي الزاويه وهي جايه مع البنا ممكن يكون سعيد سنبوري، لا لا البنا شايفها، لا لا استنى، ممكن سعيد سنبوري ورامي ربيعه ممكن يكونوا مغطين عليه، بس هي بتاعت الحنفي الفار اكتر بكتير. كابتن اسامه الفار اكتر بكتير، ده ماسك الصفاره كده هيصفر بعد كره مشاطها رامي ربيعه فوق عامل ضربه مرمى، راح مدي ضربه مرمى، ده شايف شايف وداري والزاويه معاه وقدامه منهم 5 6 خطوات. طب الفار شافها يا كابتن، الفار اكتر. كابتن هو مفيش مساعد محمد الحنفي كمان. كابتن شريف بص، طاقم التحكيم بالكامل هو مسؤول عن المباراه كابتن، لما تيجي تتكلم النهارده في طاقم التحكيم في خطا تحكيمي، الطاقم كله بالكامل لا يعفى من المسؤوليه يا كابتن. طب لا يعفى من المسؤوليه. ولو الحنف قال له ما تجيش كابتن بعد اذنك، انا النهارده انا هروح ليه؟ بسال سؤال، انا كحكم فار ربما انا معاييري يا كابتن بلال ان دي يستمر اللعب. تمام، انت حضرتك ما انتش الحكم اللي بياخد القرار. مين يا كابتن اسامه؟ حكم المباراه. حكم المباراه من فضلك بقول لك هات الحكم، وانا اتحدى ان البنا لو راح في لعبه دي زي في الفار هيحسب. هيحسب ليه؟ احنا بنتكلم الحكام يا كابتن على معايير احتساب المخالفه. ايه هي المعايير؟ بنقول ان الايد بتكبر نطاق الجسم. الحاله دي بالله عليك حد يقول لي ان الايد هنا مش مكبره نطاق الجسم، مش خارجه عن الجسم، الايد هنا مش واضحه جدا ان هنا في مخالفه، ولكن بنقول خطا تحكيمي فادح جدا. نية واضحة. جدا نية واضحة. جدا. 3 نقاط بقول اهو في البدايه الكلام ده يا جماعه. هات لنا اللقطه تاني يا سمير لو سمحت عشان نستعرضها تاني علشان الناس اللي متابعانا والكوره بتمشي. كرة ماشية، هات بداية الهجمة من أولها علشان نوضح للناس إيد أيمن أشرف كانت موجودة فين، وبعد كده كابتن ناصر كانت في الوضع الطبيعي يا أسامة. هنا يا كابتن ناصر كانت في الوضع الطبيعي، إحنا قلنا هي الإيد كانت في الوضع الطبيعي. أنا بحاسب اللاعب إمتى؟ ساعة ما الكرة بتروح ناحية الإيد، ساعة ما الكرة راحت اللي هي البوينت أوف كونتاكت اللي هي نقطة الاتصال أو نقطة اللمس هنا بنشوف بنعاقبه إمتى. هنا خلاص يا كابتن، هنا الإيد أهي، الإيد هو كمان بيطلعها وبيشيلها كمان، ركلة جزاء واضحة، وضوح الشمس فيش فيها يعني. لا والله ده بيشرح له، بيقول له ايده جنبه. انا عايز اقول حاجه مهمه يا كابتن، شوف الابتكار ده، بيقول له ايده جنبه. بالظبط، جت في كتفه. بالظبط، يبقى انا في حاجه كده يا شريف. انت حضرتك بتقول يمكن او كابتن عادل بيتكلم على ان البنا الدنيا محجوب عليه، لا ده هو شاف بقى كده. بيقول له انا شايف. طالما هو شاف، طالما هو شاف تمركز خطا، بيقول لك ايده جنبه. تمام، يبقى اذا هنا النهارده ما كانش حد حاجه عليه. يبقى يتعلم قواعد يا كابتن. ده بيشرح له، هو شايف اهو اسامه هنا شايف. ده بيشرح له ايده كانت جنبه، يعني شايف كويس قوي. دليل ان الكابتن محمود البنا كمان مش شايف المباراه وتمركزه غلط، انه بيشرح للاعب النادي الاهلي حاجه ما حصلتش، لعبه غلط وما حصلتش. بص يا كابتن، ان ايد اللاعب جنبه كابتن اسامه، وهو ما شافش ان ايد اللاعب مكبره جسمه. انا بقول في النهايه، في النهايه تاني 3 نقاط راحوا، حرام عليه يعني. 3 نقاط، مجهود فريق راح. النتيجه كانت 3-2 قبل ركله الجزاء. بالظبط، لو اتحسبت ركله جزاء كانت النتيجه هتكون 4-2 بنسبه كبيره. 4-2 كانت المباراه حسمت تماما. خلص، احنا بنتكلم النهارده التحكيم النهارده لسه شايف حرم النادي الاهلي يا كابتن اسامه من ركله جزاء صحيحه واضحه جدا جدا. وانا بقول اهو، وانا تاني يا كابتن اتحدى اي حد محاضر او محلل يطلع يقول ان دي مش ركله جزاء. اتحدى ان لجنه الحكام وهي بتحلل الحاله مع الحكام اي فرقه غيرنا، الوضع الماتش ده كانوا قفلوا بتاع ربع ساعه تلت ساعه لو اي فرقه غيرنا. صح ولا انا بتكلم غلط؟ اتفضل. لا دي لو عليك، ما كانش هيكمل دي لو عليك كانت اتحسبت من غير ما يروح للفار في ثانيه. انا ده رايي. كابتن اسامه، هل محمد الحنفي والبنا خدوا وقتهم كمراجعه لعبه في الكره دي يا كابتن ناصر؟ انا كنت اتمنى، انا اتمنى لما يعني محمد حنفي تاني، بنقول مع احترامي لمحمد حنفي حكم كبير والبنا حكم كبير، هذه الحاله كان لابد، كان لابد الفار يا كابتن اسامه يا سيدي. بنقول لك هات الحكم شوف، صح، خلي الحكم هو ياخد القرار يا سيدي. طالما انت مش مقتنع، طالما انت مش المعايير مش ما عندكش قناعات بيها، هات الحكم يشوف ياخد القرار. يبقى الحنفي اللي يشيلها دلوقتي. بالظبط، ولكن انا بقول ان في النهايه ايه اللي حصل يا كابتن؟ احنا استفدنا ايه؟ الاهلي خسر 3 نقاط. الاهلي خسر 3 نقاط بخطا تحكيمي واضح وصريح، من 3-2 وركله جزاء 4-2 ل 4-3. هو دلوقتي يا كابتن ناصر الحكم اللي بيسقط في الاختبار البدني بيتعاقب ولا بيتكرم ويقعد على الفار؟ الحنفي حصل اختبار بدني سقط فيه محمد الحنفي، هل النهارده لما حكم بيسقط في البدني
بيتم تكريمه ويقعد على الفار زي ما احنا شفنا الحنفي النهارده؟ بص يا كابتن اسامه، الاختبار البدني عشان خاطر الحكم يلعب في الميدان يا كابتن بيلعب صفاره، بما ان انت لم تجتاز الاختبار البدني فتلعب فار على طول، مش تلعب اذا كان قرار الفار في لعبه زي دي اهم من حكم المباراه. كابتن اسامه احنا بنتكلم، انت بتتكلم في جزئيه، ولكن خلينا نتكلم، خلينا نركز يا كابتن اسامه. سواء الفار او الحكم او احنا في النهايه ايه اللي حصل؟ حركه الجزاء لم تحتسب، واضحه وضوح الشمس، ثلاث نقاط راحوا للنادي الاهلي في بدايه المشوار، خطا مؤثر وكارثي في نتيجه المباراه، وما تؤثر هذه المباراه فيما بعد يا كابتن. ما تحطيش الحكام بيشرح في لعبه زي ديت واضحه جدا جدا جدا، كان من الممكن انك انت الفار تدخله مع الحكم، كانت الامور حسمت، حسمت الامور في احتساب ركله جزاء صحيحه. هنا الفار له تدخل، لم يتدخل. حالات كتيره النهارده البنا اعتقد لو راجع الماتش تاني هيشوف ان في اخطاء كتيره ومعايير كتيره كانت مختلفه في احتساب المخالفات. نشوف تاني زي ما قلت على مسؤوليتي، هذه ركله جزاء واضحه وضوح الشمس سواء على النادي الاهلي او لصالح النادي الاهلي. كابتن اسامه في النهايه اثرت في نتيجه المباراه، ثلاث نقاط، الامور يا جماعه بالشكل ده مش هتنفع. واتمنى ان يطلع فيتور بيريرا في تحليله للعبه يطلع يقول فعلا ان دي ركله جزاء. انا اعتقد لو هنا تحليل طبقا للاعتبارات هيطلع يقول ان في ركله جزاء لنادي الاهلي لم تحتسب. شوف اللعبه دي يا كابتن ناصر، الفار بيتدخل بس لما الاهلي بيسجل اهداف واهداف صحيح عشان الغالب. قال لك فاول نفس برضه لعبه كانت امام البنك الاهلي وكان هدف صحيح للنادي الاهلي، ولكن هنا تدخل الفار لالغاء الهدف. يجري على الفار بره بالظبط، هنا الفار ده الحرس ده استاذ الحرس لا لا البنك الاهلي البنك الاهلي البنك الاهلي وايمن اشرف. انا كان نفسي كابتن اسامه زي ما الفار جاب الحكم في اللعبه دي، والحكم هو اللي خد القرار على فكره، والحكم هنا خد قرار باحتساب مخالف هدف. هنا الحكم لو هنشوفه كابتن، هنا كابتن اسامه شوف هنا، هو الحكم هنا بص ادى هدف، مين اللي جابه؟ الفار. رجع غير قراره، اذا القرار من مين؟ من الحكم. ارجع لي يا سمير بعد اذنك هات اللعبه ثاني. معلش يا سمير خلاص، هنا حسمت، الفار هنا تدخل، وده اللي انا كنت بتكلم فيها كابتن اسامه. هات لي لعبه مخالفه لعب لمس الكره بايدي يا سمير بعد اذنك، الجزاء بتاعت النهارده هاتها لي كده ثاني، هاتها لي كده ثاني عشان بس اوريك ان الحكم هنا هو الذي ياخد القرار في النهايه سواء احتساب المخالفه او مش دي يا سمير ركله جزاء معانا خلاص. طبعا. هنا بنتكلم كده تاني. هنا يا جماعه نقف. ارجع تاني يا سمير، هنوضح تاني يا جماعه امتى احسب ركله جزاء. لو هنا الكره بتروح في ايد ايمن اشرف، نمشي شويه سمير، اقف ارجع تاني يا سمير بعد ايمن اشرف. بس الحكم ازاي يا جماعه؟ هنا الايد مضمومه. تاني بنقول امتى عاقب اللعبه يا كابتن؟ لما الايد تخرج خارج نطاق الجسم، خرجت كده كبرت محيط الجسم. بص بعديها ايمن اشرف بص للحكم ازاي؟ بالظبط ماشي يا سمير كده، نمشي بقى تاني. ايمن اشرف يبص للحكم ازاي؟ سؤال، المسافه ما بين الايد يا كابتن شريف والجسم في مسافه ولا مفيش؟ ده هنا كبرت مسافه دراع، كبرت محيط الجسم ولا لا؟ ده السؤال يا جماعه، احنا بنتكلم كلام مقنع للناس. هنا لما خرجت الايد يا كابتن اسامه كبرت ولا ما كبرتش؟ كبرت طبعا، كبرت محيط الجسم خلاص. بلانتي يا كابتن، بلانتي رسمي يعني خلاص. انا بقول تاني بدايه غير موفقه، تحكيم النهارده زي ما قلت وعايزين يحكموا اهلي وزمالك ثلاث نقاط. مش عارف اللي جاي هيكون ايه، ولكن يا جماعه راجعوا حساباتكم. حكم الفار والحكم لابد ان يكون في تفاهم تماما في مثل هذه الحالات الصعبه، اللي لابد النهارده كان البنا يروح للفار، وانا متاكد البنا كان هيرجع يحسب مع المخالفه. معقول الحنفي شافها بعينيه وما رضاش يجيبه، او قال له تعالى والتاني عنده؟ ما هو دي القضيه دي انا نفسي اشوفها. عايزين نعرف ايه الحوار، ايه الحوار اللي ما يخليش حاله زي دي الفار يكلم يعني يستدعي فيها القضية. انا عايز اعرف ايه الحاله. هل الحكم قال له لا 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 ده ايده جنبه وما اعرفش ايه، والتاني قال له خلاص ما دام انت شايف ايده جنبه لا هو حاجه، يبقى انا مش هستدعيك؟ اهو يعني عايزين نعرف ايه القصه دي. بعد اذنك كابتن شريف، بص يا كابتن، اتفضل. هي حاجه من الحالتين ما لهاش ثالث، اصل واحده زي دي اكيد الحنفي يشوفها زي ما احنا بنشوفها بالظبط، حاجه من الاثنين. لا الحنفي مختلف مع البنا فعلشان كده ده ولا عاوز يروح له ولا ده يجي، ودي على حساب النادي الاهلي، ادي واحد. لا الحنفي عايز يطلعه في الكره دي مش صح. ما هو انا هتجنن. لا 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 لا
كفار ما ينفعش يقول عايز يدخله هو غلط ويبقى صح لان دي بتاعت الفار. لا مش هيجيبه. ما جابوش. هتتحاسب عليه هو اكتر يا عادل. الحنفي تمام محسوب على الحنفي دلوقتي. الحنفي اكتر ما تتحاسب على انا الفار مهمته. طب افرض الحنفي قال له تعالى وهو ما جاش. كابتن بس الفار مهمته. لا ما بيجيش. كابتن عادل هنا في مصر ما بيجيش مع بعض. كابتن بلال ما بيجيش مع بعض. احسم الامور يا كابتن. اه والله بيعندي انا بكلمك بيعندي بعض. طب نسمع الكابتن مصر. لا الكلام ده ما ينفعش يا كابتن. مش صح كده ان انا اقول لك تعالى وتقول لي لا مش صح. الكلام ده مش كلام ده كابتن عادل. كابتن ناصر الكلام ده مش صح. انت عندك معلومه كابتن عادل لان ما ينفعش الكلام ده متسجل وبيتذاع يا كابتن الهوا. حدثات الفار يا بلال برافو عليك. مش صح كده يا كابتن. الكلام ده متسجل يا كابتن. ازاي متسجل؟ لا يا كابتن ازاي يا كابتن عادل. ما كانش الحنفي مع لا يا كابتن اسمع كابتن ناصر يا كابتن عادل كابتن بلال. كابتن بلال بعد اذنك. اتفضل يا كابتن ناصر. محادثات الفار يا كابتن كلها متسجله. شفت يعني هذه الحاله كوميونيكيشن سيستم ما بين الحكم والفار هيبقى متسجل ويطلع يقول لنا ايه اللي حصل ما بين الحكم. صح. طيب مش هيقول ماركي جراتنبرج زي ما كنا ماركي جراتنبرج جراتنبرج يا كابتن ناصر كان بيطلع يقول ايه وكان بيذيع المحادثات اللي ما بين انا حكم الفار وحكم الساحه. عايزين نسمع في اللعبه. انا عاوز اعرف ايه الفلسفه او ايه المعايير المختلفه عند الحكم وحكم الفار. يعني عاوز افهم يمكن احنا غلط يا جماعه. حد يطلع يقول لنا ممكن لجنه الحكام تطلع تذيع المحادثه اللي حصلت ما بين الحنفي والبنا زي ما كان كلاتنبرج بيذيع المحادثات كابتن في اللعبات المختلفه. ما يمنع ابدا ان النهارده الاتحاد الدوري النهارده كابتن بيطلع الحكم في اثناء المباراه كابتن بيشرح القرار. يعني خد ركله جزاء عن طريق الفار بيرجع من على الفار بيقول انا حسبت ليه. الكلام ده بيقوله لمين؟ للجمهور للمشاهدين لكل عناصر اللعبه كابتن. ليه؟ دي الشفافيه ودي العداله. علشان أتمنى. كده انا بسالك يا كابتن ناصر ممكن بيريرا يعرض اللقطه دي علشان الجدل اللي بيحصل ان الناس النهارده بعد لعبه زي دي هيكون في تشكيك في التحكيم الفتره الجايه. انا اتمنى يا كابتن على من هنا لعبه واضحه لعبه يعني مع احترامي للجميع ما فيش واحد انا عن نفسي انا متشوف فيها. بص يا كابتن اسامه انا متشوف وبقول دكتور بيريرا الخبير الاجنبي اطلع من فضلك قول لنا ايه رايك وايه هي المعايير المختلفه ما بين البنا ومحمد الحنفي. اقنعنا يا سيدي ان دي مش ركله جزاء. يمكن انت تكون صح بس احنا نفسنا يطلع هذا القرار من لجنه الحكام. المحادثه مش عيب انها تطلع يا كابتن اسامه. ركله جزاء والايد واضحه. ممكن اللقطه واضحة. اللي ورا دي ما تبقاش عند البنا كابتن انس سياد. انا البنا انا عند الحنفي ما شافش عند الحنفي قصدي عند الحنفي كابتن. لا لا لا, لا. كابتن الحاله واضحه جدا وموجوده في عند الفار زي ما قلت لك. هي في لغز ايه هو؟ هل الحنفي احترامنا ليه كحكم كبير شاف ان الايد في وضع طبيعي؟ وارد كل ده يا كابتن اسامه ولكن انت كحكم ليس لديك القرار. تاني بنقول يا كابتن ده بالتاني بيقول له ايديه جنبه ده البنا بيشرح يقول له ايديه جنبه كابتن باي منطق ده؟ انا يعني انا مستغرب من الكلام اللي احنا بنقوله. الكوره واضحه ان هي بنالتي. اي واحد ماشي في الشارع ما اشتغلش على الفار 3 دقايق ونص هيقول لك ان دي بنالتي. تمام. انا مش قصدي كده. الماتش خلص وخلاص انتهى والاهلي خسر 3-1. انا عايز اعرف هل من المعقول ان كره زي دي ما يرجعوش للفار والحكم يطلع لها بره؟ ايه السبب انه ما طلعش؟ ده انا الكلام ده اللي قلته قبل كده. انا قلت ايه؟ يطلع فيتور بيريرا يا كابتن اسامه النهايه. بس النهايه مش هيقول من فضلك فيتور بيريرا. انا بقول لك اهو زي ما وقفنا مع لجنة الحكام ودايما بنقف ونساند في الايجابيات. هذا خطا تحكيمي لابد انك انت تطلع تقول رايك فيه وتقول لنا ايه المعايير اللي بين الحكم والفار في اللعبه دي يا كابتن اسامه. قول لنا ايه القرار ايه. قول لنا يمكن القرار في وضع طبيعي. اعتقد زي ما قلت يا كابتن اسامه في النهايه هذه حاله لم يختلف عليها اي خبير تحكيمي. في النهايه دي ركله جزاء ضاعت لم تحتسب. خسر النادي الاهلي 3 نقاط. النادي الاهلي استفاد ايه؟ سؤال. لما النهارده بتحرم فريق من 3 نقاط مستحقه في بدايه مشوار الدوري. كابتن احنا مش هنرجع تاني نبدا نقطه من اول السطر. النادي الاهلي موسمين دايما كان بينادي بالتطوير وكان دايما الاخطاء من حكم الفار. دايما النادي الاهلي بيقول يا جماعه احنا معاكم وطوروا من ادائكم واحنا في كتفكم ساندين. ولكن بهذا الشكل بهذا الوضوح خطا تحكيمي كارثي. عاوز اقول يعني اثر في نتيجه المباراه. وكان عزائنا الوحيد ان كل مباراه ان الاهلي بنقول بيكسب كابتن اسامه. النادي الاهلي بيكسب الامور بتعدي بس مش كل مره ادي الفريق حقه. ادي له حقه لو كسبان 4 أو 5 أو 6. ادي الفريق حقه كابتن شريف وما عندناش مشكله خالص.
تدي ركله جزاء واثنين وثلاثه حتى لو كسبان، ولكن بالشكل ده اعتقد التحكيم النهارده اثر في نتيجه المباراه. يا كابتن اديني حق اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر. شكرا كابتن اسامه. روح لفاصل وبعد الفاصل تحليل الفني مع ضيوف الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. زي قبل الفاصل ما اتكلمنا مع كابتن ناصر عباس عن التحكيم، وكان في خطا يعني كارثي من حكم المباراه البنا والحنفي على الفار، برضه بنوجه اللوم لنفسنا النهارده. اداء لعيبه النادي الاهلي ما كانش على المستوى النهارده، كان ممكن يكون في اداء افضل من كده، كان ممكن واحنا متقدمين نقدر نحافظ على النتيجه. كابتن شريف، يعني كولر في المؤتمر الصحفي وجه اللوم لنفسه، قال اتحمل المسؤوليه، اداء لعيبه النهارده ما كانش على المستوى، ومباراه يعني في الدوري وانتهت يعني. عادي جدا يا كابتن اسامه، عادي جدا انك تلعب مباراه زي دي يخش فيك اهداف. اللي مش عادي اللي احنا بقالنا نص ساعه بنتكلم فيه ده، ان هو انت يجي لك ضربه جزاء صريحه بهذا الشكل وما تاخدهاش، تغير مجرى الثلاث نقاط كلهم، انك تلعب بواحد مش في مكانه او تلعب بواحد قدام ما عندوش اي تاثير هجومي مثلا ولا حاجه، ده مش اللي يخسرك المباراه فقط يعني. ولكن اشياء كتيره بتبقى موجوده في المباراه اثناء سير المباراه. احنا في اول شوط كنا بنتكلم على اثناء سير المباراه، المباراه مفتوحه جامد جدا، نص الملعب ما فيش ريمارك على حد، ما حدش بيمسك حد، وكل الناس اذا كان بالفرقه دي او الفرقه دي كان بيستلم سهل جدا، وكان بيحول الكره وبيعمل خطوره اذا كان على المرمى ده او على المرمى ده. فالخطوط الفنيه اللي بيتكلم عليها مستر كولر كانت هنا التدخل لازم يبقى في اسلوب التمركز، في اسلوب اللعب. ولكن انا كنت شايف ان في حريه لعمر كمال عبد الواحد، حريه لربيعه انه يتحرك، ما كانش في ثوابت، ما كانش في ناس في المكان نفسه، ما كانش في ناس قاعده في المكان، كان ممكن اي كاونتر اتاك بكده ابص الاقي في واحد ناحيه الشمال او واحد ناحيه اليمين، والتاني لسه راجع من هجمه كان بيكمل فيها مع الفريق بتاعه او مع نص ملعبه. فالتعليمات اللي كانت موجوده ما كانتش بالشكل، واحنا كسبانين او احنا متعادلين او احنا كسبانين تاني كويس، في الشكل اللي انت كنت بتتكلم فيه، التصور ان احنا ممكن يبقى عندنا اعمده رئيسيه واقفه بتساعد انطلاقات علي معلول. يعني التغييرات برضو بتتاخر، يعني اكرم توفيق كلنا قاعدين بنقول يودي عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين وينزل محمد هاني يخليه هو في المساك في الناحيه الثانيه، ومش ممكن الناس اللي قاعده كلها مش شايفه الشكل ده او سايبين الحكايه على هذا الوضع. يعني اكيد في، يعني بتطلع اكرم بهاني ناحيه اليمين طلعت مروان عطيه وبتنزل كهربا في الاخر ماشي للزياده الهجوميه عشان الظروف اللي انت كنت فيها متعادل 3-3. سيناريو ككل على بعض كده تحس ان ده كانت مباراه اعتزال، الناس سايبه مكانها بتلعب مش فارقه معاها، يتعادلوا يكسبوا، النتيجه هتطلع مع صفاره الحكم، ناهين عن اخطاء التحكيميه، ناهين عن اي حاجه، ولكن المباراه كانت مباراه مفتوحه جدا. لم يتصور لاعبي النادي الاهلي انهم بعد ما خدوا الكاس وبعد عملوا مباراه كبيره بهذا الشكل انهم هيجوا يتعرضوا لهذا الموقف، لو كنا احنا حذرنا من هذا الفريق، حذرنا من الثلاثي محمد جلال وهلال وكريم بامبو ويا انور كويس، حذرنا من الناس دي كويس قوي. هم فتحوا لك السكه الشكل بتاع الدفاعات بتاعتهم انها مفتوحه وفي سبيس بين نص ملعبهم ودفاع، ولكن هم كانوا عندهم ما لم يبقوا عليه، يعني فرقه ما بتبكيش على حاجه، وضعها في الدوري بيسمح لها انها تلعب حر، تلعب مفتوح، تعمل اللي هي على نفسها فيه، تحلم وتحقق لها الحلم عن طريق الاداء اللي عملوه الجيد الحقيقه في الهجوم في الكاونتر اتاك، وعن طريق التحكيم كمان اللي وقف معاهم في كذا حاجه، مش في الضربه دي الجزاء دي بس، ده في حاجات كتير حصلت في الملعب، ضربات جزاء تانيه، ده شد فانيلات ولا كانه شايف حاجه، ده لازم الحكم ده يتحقق معاه تحقيق على كل المباراه، مش على الكره دي فقط بس، ده في حاجات كتير قوي. العب اعمل بيتعامل معاك على انت النادي الاهلي، اكسب بقى وخلصني، عارف اللغه دي، انت الاهلي خلصنا، اكسب وما تحرجنيش، خليني مش عارف ايه، لا ربنا ساعات بيعمل حاجات عشان يبين الناس دي بتتصرف ازاي. انت لما جيت تيجي تقول لي مباراه القمه اللي هي بتتلعب عايزين فيها حكام اجانب، اكيد لازم تبقى عايز فيها حكام، رفع الحرج طبعا للجماهير اللي هي بتتفرج، وبعد الاداء اللي ظهر الجماهير دي بتموت،
جماهير دي الانتماءات اليمين والانتماءات الشمال دول يعني دول ناس بيحبوا فرقهم وبيحبوا انتمائهم وبيحبوا يتفرجوا على العداله. هو الفار ده اسمه ايه؟ هو الفار ده ايه ترجمه الفار دي؟ بيكمل حكم الساحه في الالعاب اللي ما بيشوفهاش، لازم ارجع الفار عشان ده الفيديو اسيست، خدت بالك، للجادج يعني للعداله. الفيديو اسيست اللي هو بيطلع لك العداله بتاعت الكوره، الكوره اللي هي بتبقى في اي هجمه او طيب. في اي حد في حاجه طيب. تعال نروح نشوف كولر قال ايه بعد نهايه المباراه. Zuerst dann zur Fassung für das Spiel. Ja, wir haben heute ein unglaublich schlechtes Spiel gezeigt. Wir haben defensiv also so viele Fehler gemacht wie eigentlich noch nie unter mir. Ja, nach vorne haben wir dann Tore erzielt, aber schlussendlich hat es dann nicht gereicht und ich glaube, es ist eine gerechte Niederlage, die wir heute bekommen haben, weil wir das Spiel eigentlich nie im Griff hatten und ja, keinen Rhythmus reinbrachten, keine Ruhe und ja, das war heute nichts. احنا النهارده لعبنا وحش بشكل غير طبيعي، اخطاء دفاعيه كارثيه طول المباراه. أسوأ أداء دفاعي من ساعة ما أنا مسكت الفريق من سنة ونص. أداء مخزي، شيء صعب جدا النهاردة. للأسف يعني جبنا جوان بس ما كانتش طبعا قدام بشكل كافي، دخل فينا جوان أكتر، لكن هي هزيمة مستحقة جدا. لا كنا متحكمين في المباراة ولا في رتم المباراة ولا كان في أي حاجة، صفر ولا حاجة. شفنا النهارده في حاله عدم تركيز من الفرقه. جزئين ده هل بعد الفوز ببطوله الكاس ادى Die meisten Spieler waren unkonzentriert dann nach dem Pokalsieg kann das sein dass die Spieler ein bisschen ja so lässig waren. Das kann sein ja. Munk. حضرتك وصفت ان اداء الدفاع النهارده باسوا اداء دفاع مع الفريق مع حضرتك. عمر كملعب واحد مش عايزين نحمله مسؤوليه الماتش، لكن هو من الجون الاولاني الهدف الاولاني غلطته، هو بيلعب في مركز مش مركزه، هو راجل جناح وبيلعب وينج وباك. هل قطاع الناشئين في الاهلي ما فيهوش مدافع واحد يقدر يلعب في المركز ده عنده اساسيات المركز بدل ما لعبنا بلاعب مش في مركزه يتسبب في كذا هدف في الماتش؟ Sie haben gesagt, dann wir haben heute also defensiv dann die schlechte Leistung gezeigt dann unter Elo-Führung. Meine Frage über Omar Kamel. Ich will nicht das alles dann auf seine Verantwortung verschieben. Er spielt eigentlich normalerweise dann einen Flügel. Wurde von manchen Trainern als Verteidiger, also Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger spielen lassen, aber er ist ursprünglich im Flügel. Die erste Tor war sein Fehler. Er hat zu viele Fehler heute gemacht. Ist natürlich nicht seine Position, kann man verstehen. Hat El Ahly in der ganzen Nachwuchsabteilung keinen einzigen Innenverteidiger, der spielen kann als Innenverteidiger, also besser als dann einen Flügel dann als Innenverteidiger spielen zu lassen? Ja, also ich glaube, er war nicht der Einzige, der heute Fehler gemacht hat, weil ja, wir haben ja, viel zu viel zugelassen. Ne? Wir haben, waren nicht enger Mann. Ne? Und das kann vorne beginnen, geht übers Mittelfeld bis ganz nach hinten. Das heißt auch bei uns, die Offensiven müssen auch verteidigen und in der Offensive müssen die Defensiven auch mithelfen. Ne? Ich habe mit ihm im Training, als er zu uns kam, habe ich das mal versucht. Ich habe ihn da versucht einzusetzen, aber ich muss jetzt heute sagen, auf der linken Seite, dass, da hat er jetzt nicht gut gespielt und das ist mein Fehler, ich nehme das auf meine Kappe, ja, aber ich glaube, wir haben nicht nur Tore bekommen, weil er da den einen oder anderen Fehler gemacht hat, weil andere eben auch viele Fehler gemacht haben, die sie sonst nicht machen und das ist sicher auch ja, zu lockere Einstellung zu denken, ja, okay, es passiert nichts und jetzt sind wir wieder in Führung gegangen und dann kann ich ein bisschen brillieren und das hat heute nicht geklappt und ja, und darum haben wir die Rechnung bekommen. Omar Kamel مش الوحيد اللي عمل أخطاء النهاردة. الأخطاء كانت في كل الخطوط تقريبا من كل الناس. مفيش حد النهاردة ما غلطش. الخطوط كانت كلها بتغلط، كل الناس كانت بعيدة عن بعضها.
احنا عندنا في الكره بتاعتنا لازم كمان المهاجمين او الناس اللي بتلعب قدام بتدافع، ما حدش كان بيدافع، ما حدش قريب، ما حدش بيضغط، ما حدش بيعمل اي حاجه. فهو مش الوحيد اللي هيشيل لنا النهارده، او هو غلطته هو لوحده. انا اول ما عمر كمال جه فكرت في الفكره دي واتكلمت معاه وحاولنا نجربها في التمرين وفي ماتش ودي على اساس ان احنا نشوف. لكن النهارده لا، ما طبعا ما ينفعش. هو لعب وحش بس دي مش غلطته، غلطتي انا، وانا بتحمل مسؤوليه كامله على ان انا نزلته في مركز مش مركزه وان هو يظهر بالشكل ده، فهي بتحملها بالكامل ومش هحمل اي حد غيري هذا الخطا اللي مش هيتكرر تاني. مره ثانيه احنا كنا سيئين جدا، كل الناس كانت سيئه مش هو بس، واحنا كنا دفعنا كمان، كان في حاله استرخاء كده اللي هو بنجيب جون عادي، بيخش فينا جون عادي، متقدمين فالدنيا ماشيه، فكان في حاله كده اللي هو ايه، زي ما نكون هنكسب وخلاص هنكسب، بس ده ما كانش كافي ودفعنا الفاتوره غالي النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد. هقول لحضراتكم يعني ابرز النقاط اللي اتكلم فيها مستر كولر في المؤتمر الصحفي. قال ان الاهلي النهارده خاض اسوأ مباراه دفاعيه تحت قيادته، وقال ان الهزيمه امام البنك الاهلي كانت مستحقه، وقال ان الفريق النهارده كله كان وحش وهو يتحمل المسؤوليه. رحب بزميلنا محمد الباز المحلل الفني لقناه الاهلي، تحياتي ليك يا الباز. وابرز الارقام بعد هزيمه النادي الاهلي النهارده. يعني بعد هزيمه النادي الاهلي النهارده مش عايز اقول ان النتائج طبعا هي الاهم، النتيجه النهارده سلبيه، خساره 3 نقاط. مهما كانت ارقام المباراه من فرص، من تسديدات، من استحواذ كانت جيده ومردود واضح ان هو جيد للنادي الاهلي حتى في اثناء المباراه، ولكن خساره 3 نقاط هي دي طبعا الشيء الاهم. التحكيم نقدر نقول اوقف سلسله اللا هزيمه عند الاهلي، كان ماشي بشكل كويس جدا. كنت بقول لحضرتك قبل المباراه ان احنا من شهر 11 دخلنا فوق اللي عن تقريبا 5 شهور بهزيمه واحده كانت في كاس العالم للانديه من مسابقات مختلفه. الاهلي ماشي بشكل كويس جدا سلسله اللا هزيمه، النهارده اوقفها التحكيم من وجهه نظري، لان الاهلي كان في جيم مفتوح. يعني مستر كولر قال ان كان في اخطاء دفاعيه واوضح كل النقاط ديت، ولكن احنا مش هنخش في تفاصيل كتيره، هنبص على ارقام المباراه. اي مباراه يا كابتن بيبقى ليها طبعا ارقام بتتقاس بيها بكل الاكشنز اللي حصلت فيها. فلو هنستعرض سريعا بس ارقام المباراه كانت ماشيه ازاي، وبعد خسارتنا النهارده اهم رقم هو الـ3 نقاط. الـ7 أهداف النهارده في المباراه، الاهلي طبعا كان اقوى خط دفاع زي ما كنا بنقول، استقبل يعني اقل عدد اهداف في الـ6 مباريات السابقه. النهارده في 3 أهداف مقابل طبعا 4 فوز للبنك الاهلي، الاخطاء 16 خطا او 16 فاول ضد البنك الاهلي، 6 ضد النادي الاهلي. من ناحيه بقى الركنيات تفوقنا 12 ركنيه، 9 مقابل 9 للبنك الاهلي، التسلل 1 الاستحواذ كان استحواذ للنادي الاهلي 55% مقابل 45% للبنك الاهلي. حتى المحاولات النهارده التسديدات كان في عدد غزير جدا، 20 تسديده منهم 8 اون تارجت على الـ3 خشبات للنادي الاهلي، البنك الاهلي كان فيه 13 تسديده منهم 5 اون تارجت. الفرص الكبيره بقى المحققه زي ما بنقول، الاهلي كان عنده 6 فرص كبيره محققه، منهم 3 مسد تم خسارتهم بشكل يعني واضح وصريح. الناحيه الثانيه كان البنك الاهلي كان برضو جيم مفتوح، وشفنا منهم فرص برضو 5 فرص، 2 منهم بشكل الفرص كبيره محققه ضاعوا. الاكس جي النهارده عند الاهلي كان تخيل كان ممكن يصل النهارده الـ5 أهداف من واقع التسديدات وهذه الفرص. الناحيه الثانيه البنك الاهلي يصل لـ3 أهداف، وده اللي يعني تفوق النهارده بـ4. كمان التمريرات الصحيحه النهارده الاهلي 342 تمريرة صحيحة بدقة 79% مقابل 277 تمريرة صحيحة للبنك الأهلي بدقة 77%. التمريرات الطولية النهاردة شفنا رقم كبير جدا للأهلي، 76 تمريرة طولية النهاردة، يعني شفناها حتى البيلد أب ما كانش بيبدأ بالشكل الشورت باسس الكتيرة كابتن، كان معظمه كرات طولية. حتى مصطفى شوبير شارك في اللونج بولز، شفناها أكتر من مرة من ضربات مرمى، مقابل 57 تمريرة طولية عند البنك الأهلي، الدقة كانت يعني متساوية. نفس الكلام في الكروسات العرضيات، الأرقام متساوية أو متقاربة، دقة النادي الأهلي كان فيه 7 صحيحة، وشفنا كورتين نزلوا على راس مودست، عرضيتين كانوا فيهم يعني خطورة، الدقة وصلت ل 30% مقابل البنك الأهلي هناك الدقة وصلت ل 21%. الدريبلينج يعني النهارده كان مش الشكل الأفضل، النهارده عندنا 13 فقط منهم 7 بشكل صحيح، 54% الدقة بتاعتهم. الناحية الثانية 17 للبنك الأهلي منهم 12 النهارده بشكل صحيح،
يعني 71% الدريبلينج عندهم. يعني دي تصديات حارس المرمى، يعني كان في 5 تصديات ابو جبل، مصطفى كان في 2 واضحين جدا ابعادهم، حتى الاعتراضات النهارده وابعاد الكوره كان طبعا بسبب الهجمات الكثيره على البنك الاهلي والفرص اللي احنا شفناها 27 يعني ابعاد للكوره و9 اعتراضات، ناحيه الثانيه برده 17 ابعاد للكوره عند النادي الاهلي منهم معاهم 5 اعتراضات. ده الناحيه الدفاعيه ما كانتش هي الاقوى بشكل كبير النهارده. ده ابرز الارقام من المباراه، ولكن زي ما قلنا سلسله اللا هزيمه توقفت النهارده مع الامل طبعا العوده لان احنا نتواصل في الانتصارات الدائمه. يعني لسه بدري، لسه ده 8 مباراه، يعني كنا بنتكلم يعني 8 مباراه في الدوري يا كابتن اسامه، لسه عندنا مساحه كبيره جدا طويلة للعوده باسرع. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد الباس. شكرا جزيلا كابتن عادل. واحنا بنتكلم زي كابتن اسامه، كابتن اسامه عرب، واحنا بنتكلم، احنا يعني بنتكلم في الاسبوع الثامن، لسه مشوار الدوري طويل. المباراه اللي فاتت انت بطل كاس مصر، بطوله اللعيبه منتشيه، النهارده بتخسر لكن لسه عندك مشوار طويل، ممكن خساره تيجي لك في الطريق لكن تصلح المسار مره اخرى وتخلق دوافع جديده لعيب النادي الاهلي. يعني الخساره مش نهايه المطاف، ده طبيعي في كره القدم انه بيحصل هزايم، بيحصل تعادلات، بتفقد بعض النقاط، والحمد لله ان احيانا بتيجي في موقف مش هقول يعني مش مؤثر قوي، لانك انت بتقول احنا لسه في بدايه الدوري، الاهلي لعب 8 ماتشات لسه له اكتر من 30 يعني حوالي 30 اسبوع، فانت كان عندك مباراه اهم الماتش اللي فات، كانت ممكن اللخبطه دي او البتاع تيجي في ماتش الزمالك نهائي كاس ببطوله، فالحمد لله ان هي جت النهارده. يعني زي ما مستر كولر قال وقال انا اخطات في حاجات معينه، واضح احنا قلنا واحنا بين الشوطين قلنا ان المباراه الاهلي مسيطر اكتر، ولكن كلنا اجمعنا ان المباراه رايحه جايه، وقلنا زي ما النادي الاهلي احرز اهداف وعنده فرص انه يسجل تاني، في المقابل في فرقه البنك الاهلي عندها خطوره قدام وممكن تسجل، لانه واضح ان كانت في اخطاء كتيره في الخط الخلفي هنا وهنا في 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 في, في, في ناحيه الدفاع البنك الاهلي وناحيه دفاع النادي الاهلي، سواء الوقفات اللي قلنا ويمكن مستر كولر اعترف بيها، عدم التجانس بين عمر كمال ورامي ربيعه، طلوع رامي معلول في الجنب الشمال واحنا قلنا كان هو عامل جبهه كويسه هو ورضا سليم وامام، ولما نزل كمان حسين الشحات اللي عمل حركه كويسه، ولكن عمر كان بيوسع كمان احيانا اكتر عشان يغطي كمان علي معلول، فالمسافات كانت كبيره شويه بين عمر ورامي، وفي برضو مشاكل عند اكرم شويه، ونص الملعب كان مفتوح، مروان عطيه يمكن كان عامل شغل كويس فيه، ولكن كان في مساحات كبيره هنا وهنا اثرت وبين من نتيجه اللقاء، يعني رغم الهدف او ضربه الجزاء الواضحه اللي البنا ما اتحسبتش ومحمد الحنفي ما جابهوش ساعه الفار، 7 اهداف، ده دليل على الكلام اللي احنا كنا بنقوله بين الشوطين، ان الملعب مفتوح من ناحيتين وهنا هيحصل تسجيل اهداف وهنا هيحصل تسجيل اهداف. هم وفقوا اكتر انه جابوا 4 اهداف وانت جبت 3 واضعت اكتر من فرصه، لكن طبعا توقيت ضربه الجزاء كانت هيبقى مؤثر جدا، لكن لانها كانت 3-2 وكان ممكن هدف فده وارد في كره القدم. انا يعني انا مش شايف الاهلي، بالعكس انا شايف الاهلي فيه فترات لعب فيها حلو جدا، بالذات كمان لما حسين الشحات نزل عمل هجمات كتيره جدا خطر وكان مؤثر وعمل هجمات، ولكن هي كانت المشكله في انك انت ما حافظتش في نص الملعب نواحي الدفاعيه وما حافظتش في نص الملعب وفي الخط الخلفي حتى وانت كسبان 3-2 كان برضو في اختراقات مستمره من كريم بامبو من ياو ان النور ومن اسامه فيصل لما نزل، انت ما حافظتش على الموضوع ده شويه تمام، فنتيجه اخطاء طبعا هم جابوا 4 اهداف وانت جبت 3، وده واضح انه زي ما قلت لك من ال7 اهداف انه الموضوع كان مفتوح.
تمام. الموضوع كان مفتوح. طيب انضم لنا الكابتن احمد فوزي اللي بنرحب بيه. 7 اهداف يا كابتن احمد، عايزين تقييم حراس المرمى مصطفى شوبير محمد ابو جبل. 7 اهداف في مباراه كتير، اكيد مباراه حافله بالاهداف والاخطاء الدفاعيه من الجانبين. اعتقد زي ما انا قلت قبل المباراه ان ابو جبل مش في احسن حالاته وان هو متوتر، وقلت برضو ان الخط الدفاعي اللي قدام مصطفى شوبير هيكون مؤثر عليه بالسلب، الكلام ده قلته قبل الهوا. واعتقد ده ظهر جليا في الاهداف اللي دخلت فينا وفي الحاجات الكتير سواء مصطفى شالها او ابو جبل. لو جينا استعرضنا الحالات هنقول من اول يمكن اول هدف، الهدف الاولاني ده دليل ان ابو جبل متوتر جدا جدا، وهوريكم لعبه ثانيه بعديها على طول. ولكن ده اي حارس ناشئ كل اللي هيعمله انه هيستلم الكره بصدره وياخدها ويامن الكره، انما طبعا لان هو خايف بمعنى كلمه خايف والتوتر عنده عالي وعايز يثبت ان هو كان يستحق انه يكون متواجد، فهو بره الجيم اصلا واحنا اللي دخلناه في الجيم في الشوط الثاني. يعني الشوط الاولاني كله ابو جبل يمكن من اسوء، يعني مش عايز من اسوء مبارياته، ولكن اي حد طبيعي هيستلم الكره دي في صدره ويقدر يتعامل معاها. حتى لما جسمه بيروح في حته الكره بتروح في عكس اتجاهه خالص وتوصل لمودست اللي بيحطها بكل سهوله. الهدف ده يتحمل مسؤوليته بنسبه 100% ابو جبل. طبعا الكره اللي بعديها هوريك ازاي ان هو كان متوتر ومش مركز. الكره دي بص باص سهل جدا، هو هيرجع يباصيه لجزار، جزار وهو بيرجع له الباص هتيجي في رجل رضا سليم. طبيعي ان الكره جت في رجل رضا سليم يبقى جايه من المنافس ممكن يمسكها بكل سهوله وكل اداء، انما هو خايف ومتوتر راح عامل ايه؟ راح شايل الكره مره واحده وطلع بره. ده دليل برده انه مش مركز وانه اوت اوف جيم تماما تماما تماما. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا اللي دخلناه في الجيم. يمكن الهدف بتاعنا الاولاني، وقبل ما اعلق عليه ثواني بس ثواني، المساحات كبيره وكل حاجه، بس انا قلت ان لازم يكون في تفاهم هنا. كان لازم رامي ربيعه اصلا يزق على خط عمر كمال قبل ما الكره تتقطع اصلا، كان لازم رامي ربيعه يطلع قدام شويه عشان ما يسيبش المساحه دي. يعني هو ابتدى يعدل من نفسه، الكره لما تطلع هما الاثنين واقفين المساحه بينهم كبيره جدا. الراجل قلش راحت لياو النور اللي عملها بالعرض، طبعا مصطفى لا يسال تماما عن الهدف، والهدف ده زي ما قلنا هو هدف دفاعي بحت لا يسال عنه خالص مصطفى شوبير. يمكن في الدقيقه 12 و44 ثانيه تكمله لا قبل ما يشوط، تكملة لاهتزاز أبو جبل كرة سهلة جدا ممكن يتحرك لها خطوتين ويمسكها، ولكنه آثر أنه هو يترمي. ولو كان كريم مكمل من بدري أعتقد رضا سليم ولا ده كريم أفشة لو كان أفشة مكمل من بدري كان ممكن يحطها بكل سهولة. بس برضو أرجع أقول لك أبو جبل أوت أوف كونسنتريشن خالص خالص خالص، وباين عليه وباين على وشه حتى في ملامح وشه. أعتقد كنا ممكن نستغل ده بأن احنا نكتر من التسديدات عليه في الشوط الأولاني، ولكن احنا يعني وصلنا الموضوع لكده. الهدف الثاني دي مثلا برضو عشان أوريكم أبو جبل مش مركز، خروج خاطئ كان ممكن يكلفهم الجون الثالث لولا وجود عبد الغني، برضو خارج هو مش عارف هو رايح فين. وأنا قلت قبل الهوا أن أبو جبل على طول موطي لتحت فبياخد وقت كبير، عنده سرعة الأداء في التحرك مش كبيرة، وأعتقد ده كان من الحاجات الواضحة. الهدف ده يحسب لمصطفى شوبير، الإرسال الخلفي لأن كتير ما فيش حد عندنا بيعمل القصة دي قدر يعمله كويس جدا جدا، راحت لرضا سليم. هرجع أقول الخطأ هنا من أبو جبل أنه بعد ما لمس عبد الغني كان لازم يطلع هنا، الارسال هايل من مصطفى وتحسب له، وتعتبر من الحاجات المهمه جدا الارسال اللي بالرجل بالنسبه للحراس، ودي حاجه هيعملها برده في الجون الثالث. ولكن انا هنا عايز اقول ابو جبل لو هو في حالته الطبيعيه هيطلع يكمل جري على رضا سليم تاني، اول ما يلمس بس لا قبليها ارجع معاه سنه شويه ماشي. هنا بعد ما عبد الغني هو وقف، عارف لو كان كمل جري كان ضيق السكه على رضا سليم خالص، وكان رضا يضطر يحطها في جسمه، انما هو وقف وقفته دي تدل على انه برده مش مركز. لو كان كمل جري كان قفل السكه خالص على رضا سليم، اداله مساحه ان هو يلم ويحط بدل ما يروح عليه ويقفل عليه الزاويه تماما. واعتقد ان احنا ما استفدناش برده لثالث مره بقولها من حاله ابو جبل العامه في الفتره اللي احنا فيها دي. اعتقد مفيش حاجه في الشوط الاولاني على كده. نيجي بقى لاول الشوط الثاني، تالق من مصطفى في كورتين ورا بعض، الكره دي خلي بالك هتروح بانفراد الناحيه الثانيه هيضيعها رضا سليم. يعني الكره دي لو كانت كملت معانا كنا وصلناها، راحت لرضا سليم قفشه عملها له من نص الملعب، ولكن رضا ضيعها بعديها على طول. لا احنا كده جبنا اول جون ثاني، لا الهدف الاول احنا جبنا ثاني
ده الكروس اللي هو ده اللي انا بقول عليه دي لما نزلت هو الطبيعي كان يلعبها بوكس بس هي اتشالت لما لو كملت الكره دي للاخر هتروح بانفراد لرضا سليم هيحطها في ايد ابو كبل بكل سهوله وكل رعونه انما يعني اعتقد شوبير عمل اللي عليه ويمكن هي دي لما تكمل معايا لاخر الكره من نتيجه الباص اللي عمل الانقاذ اللي عمله مصطفى راحت انفراد الناحيه الثانيه ولكن التعامل بتاع رضا سليم مع الكره ما كانش كويس. نرجع للكروس اللي بعديه على طول شالها من قدام دماغ اسامه فيصل وده تعامل هايل لان خلي بالك ولو كان اعتمد على السرد باكات كانت ممكن لا قدر الله تبقى هدف ثاني. اعتقد برضو شوبير كان في فتره زي ما بيقولوا تالق. ارجع للكره دي هي اللي انا جايبها عشان اقارن بينها وبين هدف رضا سليم. هنا لما كريم فؤاد استلم ابو جبل هيطلع يكمل جري عليه ويقفل ده المفروض لو كان عمله في الجون الثاني كان قدر يصدها بالظبط هي انما الحمد لله ما عملهاش في الجون الثاني انما هنا طبعا التحرك هايل وغلق الزوايا ممتاز عليه وتصرف هايل من ابو جبل. نيجي للهدف الثاني هنا طبعا نظرا لان مصطفى مش شايف قوي فعمال يتحرك على الكوره مع كره يمين وشمال طبعا ما فيش ضغط على المهاجم في حته زي دي اتشاطط في الضيقه كان ما قدرش ينزل بسرعه ويعني يتحمل جزء من الهدف للامانه عشان نقول الحق يتحمل جزء من الهدف ولكن الجزء الاكبر هنا في رامي ربيعه هو رايح فين مع الراجل كان ممكن يطلع يهاجم وكان لازم مروان يطلع يهاجم الراجل اكتر من كده انما برضو للامانه مصطفى شوبير يتحمل جزء من الهدف. بعد كده في الجون ده برضو انا عايز اجيبه من الاول برضو مصطفى شوبير لعب ارسال هايل هايل لطاهر محمد طاهر لعبها لقفشه قفشه عملها لحسين فبرضو الارسال الجون ده اوله برضو ارسال من مصطفى شوبير كانت ضربه ركنيه مسي خد الكره وحطها مكانها ولعب هجمه مرتده قدر طاهر يلعبها لقفشه وقفشه يعملها بالعرض ويحرز هدف وهنا برضو الهدف يتحسب بنسبه بري اسيست يعني يتحسب لمصطفى شوبير. نتكلم على الهدف الثالث وده زي ما بقولت في الاول التفاهم ما بين خط الدفاع وما بين حارس المرمى. هنا مصطفى تصدى كويس جدا جدا الكره نزلت لو رامي بدل ما يشيل بس حلق لو رامي ارجع لي سنه صغيره معلش ارجع لي انا رامي كان لابد ان هو ينزل لتحت ويحلق على كرة لحد ما مصطفى يقوم يمسك مش ان هو يحط ايده مع مصطفى فالاثنين يخافوا بعد كده كان بعيد يا ابو حميد لا كابتن كان ممكن يروح ما يقدرش ما اعتقدش ان ممكن يحلق ممكن يبقى حل من اثنين واحد من الاثنين يكلم الثاني بالظبط واحد من الاثنين يكلم الثاني مصطفى لو اعتمد خد بالك بص يا ابو حميد لو اعتمد عليه اللاعب بتاع البنك الاهلي كان برضه قريب مش هيلحق مصطفى كان واقع في الارض لازم في الحته يعني دي رامي بقى خلاص شوبير صد لازم رامي يقول اسمه ويشيله هو عشان مصطفى لسه واقع في الارض او مصطفى ينده اسمه ويتحرك هما انما الاثنين مفيش تواصل بينهم من بدايه التسديده كانش مصطفى يداب البوكس على مش شايف تاني ارجع بقى هوريك حاجه بص هنا في ساعه الشوتنج ايه اللي حصل عمر كمال لسه رايح او مودست ده على ما اعتقد هنا هو مش شايف هنا هو مش شايف فاترمى على مسار الكوره بعد ما الكوره طلعت فما يقدرش يعمل اكتر من كده دي وجهه نظري ممكن كان يوجهها لو كان شايف من بدري عشان كده الكره حتى جت في قبضه ايده الكره ما جتش في كله لو جت في ايده كلها كانت راحت في حته بعيده خالص انما هي جت في مسار في جسمه بس فعشان كده نزلت قدامه كان لازم رامي يتكلم يقول اسمه ولازم مصطفى يتكلم يقول اسمه حتى هنا الاثنين راحوا على الكوره جت في رامي وراحت للراجل اللي حطها في المرمى فاعتقد ده برضو عدم تواصل جيد ما بين الاثنين وانا نبهت عليه قبل المباراه. اخر هدف والهدف الرابع يعني اعتقد ان ده يعني زي ما فيش ضغط في نص الملعب خالص الكره هنا كنت اتمنى حاجه واحده بس ان هو يبقى عنده ثبات هو الاول طلع برجل هنشوف حاول ياخد الكروس ما عرفش راح راجع اتحرك خطوتين لورا وسع الجون للراجل المهاجم وفي نفس الوقت الخطوه دي اللي هو رجعها لورا دي خلته ايه ما يقدرش يترمي عشان كده لما الكوره جت فوزي يروح ياخدها ما يقدرش لا هو طلع قدام خطوتين يا كابتن طلع قدام خطوتين ورجع ورجع تاني اللي رجعوا اعتقد هم دول زي ما هم دول اللي بعدوا الكوره عنه هم اللي صعبوا الكوره عنه الخطوتين اللي طلعهم وحب يرجعهم
خلت الكرة تبقى بعيدة، دي رقم واحد. رقم اتنين رجله الشمال والراجل بيلعب بدماغه كانت في الهواء، عشان كده لما الراجل بس يا دوبك الكرة جت في دماغه وما قدرش ياخد أي رد فعل واضطر إنه يقع مكانه والكرة تخش هدف. ولكن في المجمل العام أنا برضو قلت لكم قبل المباراة إن مصطفى هيخطأ ولسه قدامه خبرات كتير ولسه الكلام ده هيحصل، فأعتقد إنه النهاردة ماتش مهم جدا لمصطفى، وفي الأول وفي الآخر جود لك في اللي جاي وان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد فوزي. ميرسي ربنا يكرمك. شكرا شكرا جزيلا كابتن عادل. بعد الاهداف اللي شفناها يعني تصريحات واقعيه من مستر كولر لما قال لي النهارده فرقتي يعني خاضت اسوا مباراه دفاعيه، تخوفتوا انتوا قبل المباراه ازاي النهارده؟ حتى النادي الاهلي لما كان بيتقدم كان لازم يبقى فيه يعني تقارب للخطوط من لاعبي النادي الاهلي، كان الجيم مفتوح بلغه الكوره. بص يا كابتن اسامه، انا يعني كنت مستني اعدد الاسباب. انا لما مستر كولر تصريحاته بعد تصريحاته اللي قالها انا ارتحت. خلاص انا مش هتكلم كمان في اخطاء. ليه؟ خلاص الموضوع خلص. الراجل اعترف ان كان عنده اخطاء. وعنده اخطاء كتير، لكن في حاجه مهمه عايز اقولها. ده مباراه من ضمن مباريات الدوري. انت رقم الاول في الدوري، انبي لعب 15 مباراه ليه 26 بونت. انت لاعب 8 مباريات ليك 17 بون. انت لو كسبت المباريات المؤجله بتاعتك هتبقى عندك 38 بون. والاول وامبي عنده 26 بون. انا مش خايف على الدوري. انا كنت اخاف لو كان مستر كولر ما قالش الكلام اللي قاله ده. لكن هو قال احنا لعبنا خطا. انا لعبت عمر كمال كان خطا في المكان ده، يبقى فيه ده بدايه تحسين. هو اخطأ، اوكي خلاص انتهى الموضوع. عمل مباريات قبل كده كويسه قوي، كسبنا مباراه الزمالك لسه كسبين كاس، فانا مش هعلق على الموضوع ده. وفي الاخر انا بقول لك مباراه وعدت، درس لعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا. اللعيبه اللي ما بتلعبش كتير لما يحصل فيها الموقف ده يبقى انت ما تلومش الا نفسك، ما تكلمنيش على لعب. طب في انا دايما اقول للعيبه كلمه مهمه قوي، اقول لهم خلوا المدرب يبقى غلطان. ازاي؟ انا لما لعبك تنزل تكسر الدنيا، الناس تقول ازاي يقعد ده، لكن لما تنزل وتبقى بالشكل ده فايه اللي بيحصل؟ المدرب يعمل ما بداله معاك، اللي هو ما تقدرش تتكلم. وفي الاخر عرض لك مباراه، رغم هذا انا بقول احنا نلعب وحش نخطا، ما نخطاش ما ينفعش التحكيم يبقى كده. وده انذار، لانه أنا بخاف من التكرار. مش هنبقى مستباحين، تبقى الفار ما يبقاش مستباح النادي الأهلي، لأنه الفار بالشكل ده مستباح النادي الأهلي. تمام، ده اللي عندي. كابتن بلال، مباراة النهارده مباراة دوري، حسابات الدوري مختلفة عن 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 بطولة الكاس. الدوري محتاج نفس طويل، مباريات كتير، محتاج لما بيحصل تعثر تعرف أخطائك زي ما الكابتن عادل قال وزي ما كولر قال في المؤتمر الصحفي، وتقفل عشان تصلح سريعا وتشوف الخطوه اللي جايه ايه. النهارده كان النادي الاهلي يا اسامه في البدايه بطبيعه الحال في الدوري العام لازم هيجي ماتش وتقع فيه في عصارات، وده طبيعي. انت مش هتكسب كل، مش هتكسب ال 34 مباراه، استحاله، مفيش فرقه في العالم تكسب ال 34 مباراه كده، تكسب وتتعادل وتتهزم، وده طبيعي جدا جدا. هو في اخطاء منك وتفوق ساعات من المنافس، وهتبقى في سوء بدلك عندك في بعض الاوقات، وهتروح على الجول كتير جدا وما تقدرش تسجل اهداف. دي طبيعه ماتشات الدوري العام بطبيعتها يعني. لكن انا في النهايه يعني في النهايه انت لعبت مباراه النهارده، على فكره مش هي المباراه الأسوأ بالنسبه لك، لكن ممكن تكون الأسوأ بالنسبه لمستر كولر في حجم او في كميه المباريات اللي لعبها او في حجم الماتشات اللي لعبها. والنهارده الحقيقه انا بحييه على اعترافه بخطأه. يعني في اوقات كتير جدا بيبقى في بعض الاخطاء يعني ما بيجيبش سيرتها، لكن النهارده هو الراجل معترف وقال يا جماعه انا اخطات النهارده في المباراه، وانا بحييه الحقيقه على الاعتراف بالخطا، لان هي اللي هي نقطه الماتش كله. فانك انت لعبت عمر كمال عبد الواحد سنتر باك في مكان مهم جدا اتكلمنا عليه ما بين الشوطين، وقلنا المكان ده ومكان راس الحرب هم المكانين الوحيدين اللي في الملعب، دي اماكن حساسه ما ينفعش تحط حد مش ما بيلعبش في الحته دي. فالراجل النهارده اعترف بالخطا. الحقيقه الاهداف هي اخطاء تمركزيه، لو جيت تبص على الاهداف اللي جت في النادي الاهلي وتسجلت النهارده كلها اخطاء، عباره عن اخطاء في التمركز، فاهم؟ لكن الجيم كان مفتوح، الجيم كان في وقت من الاوقات كان لازم تقفل، في وقت من الاوقات كان لازم تقفل. فالنهارده مستر كولر اخطا، اخطا،
النهارده كان عندك سوء توفيق في بعض الاوقات، كان عندك سوء في بعض توفيق بعض الاوقات. النهارده كان ممكن تقفل الجيم بعد 3-2، كان ممكن تقفل الجيم النهارده بعد 3-2 في بعض الاوقات. سوري، بعض التغييرات كانت برضو خاطئه شويه، كان بعض التغييرات خاطئه شويه، ولكن في نهايه الامر هي دي كره القدم. وضع طبيعي جدا انك هيجي لك وقت وتتغلب فيه نتيجه سوء التوفيق او سوء او الاخطاء اللي بتحصل. وضع طبيعي جدا انك هتتعادل في بعض الاوقات، وضع طبيعي تبقى كويس جدا 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 كمان، مش زي النهارده كده تبقى هايل وتخسر، وتبقى هايل جدا جدا وتتعادل. بدلك هي دي كره القدم في بعض الوقت. لكن انا مش قلقان على الدوري من الاهلي، الاهلي هياخد الدوري، مؤكد الاهلي السنه دي هياخد الدوري، لان هو الاهلي الافضل باذن الله ان شاء الله. يعني الاهلي الافضل، سكواد الافضل، الاهلي النتائج الافضل، الاهلي الاداء الافضل جدا، مفيش حد بينافسك في الساحه السنه دي تحديدا. ولكن برضو تحيه الكولر لاعترافه بالخطا، وده معناه ان المباراه اللي جايه هيبقى فيها تركيز اعلى، هيبقى فيها وضعيه اللعيبه في الملعب هتبقى افضل من كده. هو اعتقد هيتكلم مع لعيبه كتير، وعنده عنده طبعا فرصه كبيره لحد 30 مارس ان هو يعدل بعض الاخطاء ويشتغل مع الناس. وان كان لعيبتك ان كلها مش موجوده، ولا حتى اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي ولا اللعيبه بتاعه المنتخب الاول، لكن عنده برضه فرصه ان هو يذاكر الاخطاء ويشتغل عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان الماتشين اللي جايين مهمين جدا 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 في مسيره النادي الاهلي في بطوله افريقيا. بالتوفيق للاهلي اللي في اللي جاي، وهارد لك النهارده، وهارد لك برضه شوبير النهارده بعد سلسله جيده من عدم الاهداف. النهارده بيدخل فيه 4 اهداف، في بعض في اهداف مش اخطاء، وفي اهداف برضه يعني يلام عليها، ولكن في النهايه هارد لك للنادي الاهلي. 3 نقاط مهمين جدا، وبرده زي ما قلنا اسامه بفعل فاعل كالعاده، الاهلي لما بيتغلب لازم يبقى فيه تدخل يعني لا ارادي من عندك يعني. اتمنى النهارده يعني احنا شفنا مستر كولر بعد المؤتمر الصحفي او بعد المباراه في المؤتمر الصحفي، الراجل يعني اقر باخطائه وقال انا اتحمل المسؤوليه، واحنا ادينا مباراه سيئه، تنظيم دفاعي كان سيء. لكن اتمنى برضو لجنه الحكام يبقى يعني الناس تعرف اخطائها، تعرف وصلت لفين في مباراه، في خطا مهم زي ده، خطا واضح، خطا يعني ما ينفعش مفروض من التحكيم المصري. واحنا كنا الفتره اللي فاتت كنا اول الناس مساندين للتحكيم المصري، كنا بنشيد بالتحكيم المصري في كاس الامم الافريقيه، وقلنا دي خطوه للامام. زي ما الاجهزه الفنيه والمدير الفني بيعترف، لازم يكون في وقفه ايضا كمان واعتراف بالخطا من لجنه التحكيم، علشان الكل يشتغل للامام والكل يكون في افضل للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه. كابتن شريف، الفتره اللي جايه في فتره توقف كبيره، منتخب مصر النهارده كانت القرعه الافريقيه ودوري ابطال افريقيا، الاهلي كان هيواجه الترجي، هيواجه مازيمبي، كان هيواجه سيمبا. النهارده القرعه وقعت النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني. حاجه كويسه جدا يعني، برضو اعتقد ان سيمبا برضو مش مازيمبي ولا هي الترجي يعني. كان الترجي، انا كنت اتمنى الترجي، لان الترجي ملعبه الحقيقه من الملاعب اللي انت تقدر تلعب عليها كوره الحقيقه. خلي بالك سيمبا برضو كنا لعبناهم في الدوري الافريقي، ملعب على اعلى مستوى، عندهم حضور جماهيري كبير جدا. اهم حاجه في اللقاء الجو العام والملعب، هو ده اللي بيسمح لك اذا كنت تقدر تأدي بامكانياتك مباراه جيده ولا لا. فباذن الله الاهلي يتوفق في المباراه الاولى، وهنا على ما بتطلع الاول بتبقى عندك ميزه انك انت بتلعب مباراه ثانيه على ارضك. المباراه الاولى هتكون في تنزانيا، المباراه الثانيه هتكون في القاهره ان شاء الله. حكايه الراحه للاعيبه الاهلي دي هتبقى، وهي مفيش راحه للاعيبه الاهلي، يعني عندك 10 رايحين للمنتخب مع ومنتخب اولمبي برضه هياخد اللعيبه، منتخب اولمبي عندك، فانت ما عندكش كنادي الاهلي ما عندكش راحه. الفرق كلها في المنتخب، الفرق كلها واللعيبه كلها، حتى اللعيبه اللي موجوده هنا في مصر حتى هيبقى عندها كم من التدريبات وكم من المرحله الجايه والاستعدادات يعني. ف كويس ان المباراه النهارده اللي حصلت دي مباراه في الدوري، يعني مش في المباراه اللي هي في الكؤوس او في اي حاجه اللي هي بتبقى نوك اوت يعني. ولكن زي ما قال بلال، احنا بنخسر دايما بفعل فاعل. يحتمل الخطا كمال الله وحده، يعني بيحتمل الدخول في المباراه بعناصر مش هي اللي انا قلت لك عليها في اول الاستوديو. انا دايما بتمنى ان المستوى الاول بتاعي يبتدي المباراه، نخلص الحكايه وبعد كده اي حاجه انت عايز تعملها اعملها. انا ما بجاملش ولا بدي فرص ولا بدي على حساب الوقت الحالي يعني.
وعلى سبيل المثال يعني لازم يعني تثبت سترايكر عندك. لازم يبقى عندك سترايكر هو نمبر 1، سيبك من الاصابات او سيبك من اي حاجه، ولازم يبقى عندهم كاتيجوري نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 يعني، عشان انت تريح نفسك وتريح احنا كلنا طول عمرنا معروف مين نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3. خلي بالك احنا اتكلمنا وقلنا ان ضغط المباريات مش هيعمل عمليه تدوير بس انا لا محاله يعني وهو خلي بالك بيكون مجبر عليها. انا عندي شواهد، عندي حاجات صريحه انا كمشاهد مش كمحلل يعني. عندي شواهد وعندي حاجات، اتمنى ان احنا يبقى عندنا الجرأه في في التثبيت انك انت عندك لعيبه كبيره جدا. النهارده انت بتكسب واحد زي مجدي قفشه من مباراتين ورا بعض، بيبين لك قد ايه انه عنده امدادات للفريق كله، عنده صانع العاب وعنده حاجات كتير جدا، وبيخش على يعني ابتديت تكسب مروان عطيه، تكسب قفشه، بتكسب ناس كتير. واضح من الدنيا كلها ان امام عاشور مرهق جدا وخارج من عايه يعني، راجل لعب مباراه وعنده درجه حراره 39 يعني. كان في حاجات بالادهى انك انت تقدر تعمل السيناريو بتاعك، ولكن وخلاص الراجل تحمل مسؤوليته وشايل شايل الحكايه هو وعمر كمال يعني. ما قالش لا انا انجزت فيها، ولكنه لو كان لاعب خالد عبد الفتاح ولا لاعب محمد هاني في المكان ده وحصل اللي حصل كان نفس الكلام هيتقال يعني، ما كانش هيتقال، كان هيتقال على اي حد في المكان ده، كان هيقول نفس اللي حصل هي نتيجه كانت عند ربنا. ولكن التدخل التحكيمي كمان خلاك في حته تانية، ودي اراده ربنا على فكره، قدر الله ما شاء فعل. واحنا طول عمرنا النادي الاهلي ما بنكلمش على حد، ما بنعملش اي حاجه، ما بنحملش اي حد، واللي حصل الناس حاسه بيه. الفعل اللي حصل طبعا صاحب الفعل حاسس بيه دلوقتي، احنا في رمضان يعني هو حاسس بيه دلوقتي وحاسس بالجرم اللي كان موجود في ضربه الجزاء دي. فدي مش مشكلتنا، ولا احنا بنقول احنا خسرنا عشان ضربه الجزاء بس، لا انما احنا اعترفنا باخطائنا. احنا اعترفنا باشياءنا كلها، وعدم توفير اهداف وتغطيه الهدف والكلام ده بيخلي كل الفرق طمعانه فيك وده حق مشروع يعني. فهارد لك النادي الاهلي النهارده، واللي جاي باذن الله يكون المسار الطبيعي يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، المواجهه اللي جايه سيمبا، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا بيدور على لقبه للسنه الثانيه على التوالي، شايف مواجهه الاهلي امام سيمبا ازاي، خاصه المباراه الاولى في تنزانيا، المباراه الثانيه هتكون في القاهره ان شاء الله في استاد القاهره وسط جماهير النادي الاهلي. هي طبعا ميزه ان احنا طلعنا اول مجموعه ان احنا المباراه الثانيه في القاهره، وان كان في بطولات قبل كده النادي الاهلي خدها وهو كان طالع ثاني مجموعه. فانت كبطل خلي بالك في مشوار الاهلي، لو ربنا كرم الاهلي امام سيمبا، المباراه اللي بعد كده هيلاعب الكسبان من مازيمبي بترو اتلتيكو، هتكون برضو نفس الكلام، المباراه الاولى خارج مصر، المباراه الثانيه هتكون في استاد القاهره، وان شاء الله لو وصلنا للمباراه الفاينل هيكون الوضع برضو المباراه الثانيه هتكون في استاد القاهره. طبعا الحمد لله. دي ميزه كبيره جدا. وان كان انا بقول لك النادي الاهلي طبيعه الحال انه هو بطل الاول في افريقيا، هو صاحب اكبر ارقام، هو البطل المتوج بمسافه عن بقيه الفرق، فما كانش يهمه يلعب مين. يعني احنا النادي الاهلي كان هيبقى مستعد انه يلعب اي فرقه من الثلاثه الاخرين غير سيمبا التنزاني، سواء سيمبا جالنا، سواء مازيمبي، سواء اي حد من الترجي، اي حد كنا مستعدين لمواجهته. وده يعني طبيعه الفرق الكبيره، طالما دخل بطوله هو مستعد يواجه اي فرقه، ومستعد لاي ظروف يقدر يلعب فيها. وكمان زي ما بقول لك ان الظروف خدمت، زي ما انت شرحت دلوقتي ان كل ان شاء الله المباراه الثانيه سواء في الدور الجاي او اللي بعده او النهائي هتبقى في القاهره، دي ميزه اضافيه. سيمبا من الفرق اللي طول عمرنا يعني كلنا لعبناها، فرق بتلعب كره نظيفه يعني، بيلعبوا كره شبه برازيليه، تلاقي استلام والتسليم كتير قوي، بيلعبوا لعب في شيء من الجمال، ما عندهمش عنف قوي. وكمان في ميزه انت عارف، يانج افريكانز وسيمبا زي الاهلي والزمالك هنا، وكمان يانج افريكانز هتلاقيه معظمه بيشجع النادي الاهلي في ملعبه، ودي شفناها من اغرب الحاجات اللي شفتها في مسيرتي الكرويه، انك لما بتيجي تلعب سيمبا
بتلاقي جماهير يانج افريكانز موجوده. لما تيجي تلعب يانج افريكانز بتشجعك يعني، هتلاقي لما تيجي تلعب يانج افريكانز تلاقي جماهير سيمبا تشجع النادي الاهلي يعني، الجماهير بتبقى. فان شاء الله سواء في تنزانيا او في القاهره النادي الاهلي قادر باللعيبه اللي موجوده عنده ان يقدر يطلع بمجموع الماتشين. عنده من الامكانيات اللعيبه الدوليه، سواء المنتخب الاول سواء المنتخب الاولمبي، عنده بدائل في كل مكان. فان شاء الله انا شايف المباراه ان هي غالبا غالبا هتبقى بين النادي الاهلي وصن داونز اذا يعني ان شاء الله. بس خلينا في المباراه الاولى كابتن عادل، الاهلي وسيمبا الكل كان بيتمنى سيمبا وجات سيمبا. لما اتكلم على مازيمبي والترجي وسيمبا الكل بيقول عايز سيمبا، لكن سيمبا احنا لعبناها في الدوري الافريقي تعادلنا في ملعبه 2-2، في القاهره 1-1. عنده مدرب عبد الحق بن شيخه، ده مدرب جزائري متمرس في افريقيا بيعرف يلعب الفرق الكبيره، ولعبنا امام اتحاد العاصمه وقدر يفوز على النادي الاهلي في السوبر الافريقي. فمباراه مش هتكون سهله. مساء كابتن اسامه. الثمان فرق اللي وصلوا كلهم فرق كبيره، كلهم لازم تبقى فرق كبيره. انا ما يهمنيش الاسم اللي هيلاعبني، انا يهمني فرقتي، انا كويس امشي كويس اتحرك كويس. يمكن تقول ايه اجل شويه فرقه، شويه ناجلها للفاينل. انا معاك للدور اللي بعد كده انا معاك، ولكن كل الفرق خطر. مش تكسب بطوله افريقيا الا بجهد وعرق زي اللي النادي الاهلي بيعمله. يعني فرقه النادي الاهلي لازم تعرف انه حتى لما بتيجي تلعب الفرق، لو فرقه اقل بتعلى في اليوم ده لاعلى حاجه، لانه عرض مع النادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي افريقيا عامل زي النادي الاهلي جوه مصر. يعني انت جوه مصر كل الانديه لما بتيجي تلعبك كاهلي بيبقى اليوم ده عيد عندها، وكل لعيب عاوز يعمل اداء كويس عشان بورصه كويسه، الجمهور كتير يعرف انه ده لعيب كويس ومش ده لعيب كويس. برضو الفرق الافريقيه يمكن عندها، الفرق الافريقيه بيبقى عندها حاجه اكتر، حافز اكتر من النادي الاهلي. عارف ايه هو؟ انه في الاخر بيقول انا كسبني الاهلي. انت فاهم؟ فبص تلاقي عنده ثقه وعنده قوه. فانا في اخر الكلام سيمبا يلعبني، مازيمبي يلعبني، الترجي يلعبني، انا حالتي انا سان داونز، انا حالتي انا هشتغل على نفسي انا الاول. الميزه بس الميزه الجيده في ترتيب المباريات انك انت تلعب على ملعبك المباراه الثانيه، عشان بتبقى عارف ايه الهدف اللي انت هتشتغل عليه في المباراه الاولى والمباراه الثانيه. المهم بقى، المهم انك ان شاء الله اللعيبه تيجي من المنتخب عندها مش مجهده، لانك هتدخل على مباراه صعبه جدا. ولعيبه النادي الاهلي ما العشره اللي في المنتخب، خلي بالك من ضمن الصعوبات اللي بنتكلم 10 لاعبين، معسكر منتخب مصر في الامارات هينتهي يوم 26، المباراه يوم كام يا كابتن شريف؟ 29. انت هتسافر من الامارات على تنزانيا، سفريه صعبه بعيده، التجمع التجانس. يعني اي حد مكان كولر او مكان فرقه النادي الاهلي يتعب، الله يكون في عونهم، بيخرجوا من بطوله لبطوله، من بلد لبلد، من اجواء لاجواء، من تاكتكس في بطوله مثلا زي بطوله كاس مصر هي بتلعب على مباراه واحده، بطوله افريقيا دوري المجموعات بتلعب على دوري المجموعات، بطوله الدوري بتلعب، فانت بتختلف اهدافك بتختلف من يوم للتاني. معظم الفرق في مصر بتلعب بطوله واحده كاس العالم للانديه. لكن في اخر الامر اللي انا عايز اقول لك عليه ان احنا بنثق في لعيبه النادي الاهلي وبنثق في رجالته، وان شاء الله يروحوا المنتخب ويرجعوا هم مش مجهدين عشان يخوضوا مباراه سيمبا، لانه مهما كان بطوله افريقيا بالنسبه لنا، بالنسبه للزمالك في الناحيه الثانيه في الكونفدراليه، وبالنسبه لفيوتشر في الكونفدراليه، احنا نتمنى ان البطولتين يبقوا مصريه لمصر، وده الحاجه المهمه اللي احنا ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، الاهلي السنه دي حقق بطوله السوبر المصري، ثالث العالم، كاس مصر، عنده تحديات. خساره النهارده بتدي دوافع وتفكير جديد الفتره الجايه، خاصه عندك لسه متبقي الدوري، هترجع بعد التوقف الدوري على مباراه مهمه، مباراه افريقيه. طبعا اللعيبه ممكن تنسى شويه تمام، لان اللعيبه هتروح تلعب في منتخب مصر وعندها تحدي مختلف شويه تمام، لان معظم اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي تمام، ومعظم اللعيب وحتى كمان المحترفين هيروحوا يلعبوا في المنتخبات بتاعتهم. فالنهارده ممكن اللاعب ينسى، لكن المدير الفني بيبقى دايما اخر لقطه عنده فاكرها.
اخر لقطه بالنسبه له هو كان خسران في الدوري المصري وعنده تحدي كبير. وخد بالك وكولر كان اتكلم في الحته دي قبل كده، قال لك ان النادي الاهلي بيسعى دائما، جمهوره يسعى دائما للبطولات، دائما للبطولات، يعني بيلعب على كل بطوله بتدخل عايز تكسبها، تمام؟ مفيش بطوله انت بالنسبه لك والانجاز الاعظم وبعد كده بتريح لك سنتين ثلاثه، لا انت هو عارف ومقدر جيدا ان النادي الاهلي نادي بيلعب على كل البطولات، حتى ولو خدت البطوله السنه اللي فاتت عايز البطوله السنه دي والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها. فالنهارده لا، في تحدي كبير جدا عند كولر طبعا. مباراه سيمبا الكل كان بينتظر الكباتن يتكلموا على سيمبا تحديدا، ممكن ما يكونش هو، خد بالك هو مش فريق قليل فنيا ولكن مش الفريق الاعنف. يعني النهارده انت 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 مازيمبي فريق عنيف، يعني عندك قوه وسرعه بدنيه وبتاع، يعني في عنف شويه في الاداء. المهمه تخلص، المهمه تخلص على ارضهم بهدف. بص يا كابتن، عندك الماتشات اللي زي دي انا معاك طبعا معاك، لكن الماتشات اللي زي دي ما بتحسمش، ممكن ما تحسمش هناك، تتحسم هنا في القاهره يعني. ممكن خد بالك ممكن تتعادل هناك وتتغلب 1-0 هناك وتيجي تكسب هنا 2-0 على ملعبك، هنا في ملعبك طبعا. انا بس كل ما اخشاه ان فرق التوقيت ما بين اخر مباراه للمنتخب ومباراه النادي الاهلي ده 3 ايام. انت هتلعب يوم اعتقد يوم 27 وهتلعب يوم 30 26 و30، فانت ما عندكش وقت انك تسافر وتروح هناك وتلعب وتلعب الماتش. الوقت ضيق جدا جدا يا اسامه، الموضوع صعب. مباراه المنتخب في الامارات كمان، ما انا بقول لك الوقت صعب. ما انا بقول لك تلعب 26 تخلص 26 ف 27 تسافر توصل 28 الماتش يوم 30 ما عندكش 26 في نقطة مهمة. 26 دي في نقطة مهمة طبعا، ما عندكش يعني وقت يا كابتن. خلي بالك سيمبا هو اللي هيحدد المباراة، لا خد بالك. والمباراة العصر، المباراة العصر هتتلعب كمان. لو منتخب مصر ما توفقش في اول مباراة هنكمل برضو لغايه يوم 26. هنكمل مباراه ثانيه. بص يا كابتن، مش 26 ممكن تلعب اول وثاني او ثاني بعد اذنكم. في نقطه مهمه جدا عشان اتكلم يا كابتن، عشان انا اخر واحد بتكلم. مش نقطه ليه المهمه قبل ما انا اتكلم؟ طيب ماشي، نقولها في الاخر يا بلال. اتفضل يا صحرا، نقولها في الاخر، نقولها في الاخر كلمه واحده. اتفضل يا كابتن. بس قصدي اقول ايه؟ ان الامور هتبقى صعبه بدنيا يعني. الاهلي هيبقى موجود، فاتمنى للاهلي ان شاء الله التوفيق باذن الله تعالى. اعتقد يعني درس جيد النهارده للفرقه كلها وكولر تحديدا، ان مفيش مباراه سهله، والمباراه بتبقى سهله لما سوري صعبه لما انت اللي بتصعبها على نفسك. تمام. اخيرا عشان وقتنا كابتن عادل، كلمه واحده بس. اتفضل. انت هتلعب حوالي 23 رمضان، دي بتاخد من اللعيبه كتير قوي الصيام. خلي بالك ان شاء الله. شرفتنا وقلت لك يا كابتن شريف. شرفتنا وانا قلت لك يا كابتن اسامه. يلا هارد لك، واللي جاي باذن الله احسن باذن الله. باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن عادل. هارد لك يا كابتن. شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه. هارد لك. هارد لك. والمهم ان انت كسبان من ثلاث ايام بطوله كبيره جدا، لكن الماتش ده عادي يتعوض ان شاء الله في ماتشات الدوري الجاي باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن بلال. اشكرك يا كابتن اسامه، وهارد لك للنادي الاهلي، ولكن ان شاء الله الدوري في الجزيره السنه دي باذن الله. باذن الله. باذن الله. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوف الكرام، واتمنى النهارده يعني خساره النادي الاهلي تكون درس مهم للاعبي النادي الاهلي للفتره اللي جايه، فتره هتكون مهمه، فتره فيها بطوله دوري ابطال افريقيا، ايضا فيها الدوري الممتاز، وان شاء الله يكون موسم يعني خير على النادي الاهلي. وزي ما هو درس للاعبي النادي الاهلي اللي ابتدى النهارده بتصريحات مستر كولر بعد المباراه والقى اللوم على نفسه وعلى اللاعبين، اتمنى يكون درس للتحكيم المصري في خطأ تحكيمي النهارده أدى إلى خسارة النادي الأهلي 3 نقاط مهمة، لازم التحكيم المصري يقف عند الخطأ ده والأمور ما تعديش مرور الكرام. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم على ألف خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا وإلى اللقاء.